السلام عليكم ورحمة الله. درس الأسطوانة القائمة هو المشهور القائم، إذن المجسمات. بعد المجسمات سنتعرف عن الأسطوانة القائمة والمشهور القائم. بالنسبة للمشهور القائم فيه عدة أنواع، إذن مشهور قائم ثلاثي أو مشهور ثلاثي قائم، مشهور رباعي قائم، مشهور خماسي قائم، وهكذا. إذن يتغير اسم المشهور حسب قاعدته أو قاعدتيه. إذن نتعرف أولا عن هذا المجسم. إذا لاحظوا معي، هذا المجسم مكون من مستطيلات. إذن في جنباته 4 مستطيلات، 1، 2، 3، 4، وفي الأعلى والأسفل أيضا مستطيلات. إذا الأعلى والأسفل عبارة عن قاعدتين شكلهما مستطيل، وفي الجنبات أيضا مستطيلات. إذا هذا المجسم يسمى بمتوازي المستطيلات، فهو يعتبر موشور قائم، لكن هنا حالة خاصة نسميه بمتوازي المستطيلات. موشور هو فهو موشور قائم رباعي. لماذا قلنا رباعي؟ لأن القاعدتين عبارة عن مستطيلات. إذن يسمى مشهور قائم رباعي أو متوازي المستطيلات. نمر إلى المجسم الآخر. لاحظوا مع هذا المجسم مكون من مربعات. إذن في جنباته 1، 2، 3، 4، 4 مربعات، وفي الأعلى أيضا مربع، وفي الأسفل مربع. إذا القاعدتين عبارة عن شكل مربع، والجنبات أيضا مربع. إذا كله مكون من المربعات. إذا هذا المجسم يسمى بالمكعب. إذا هو أيضا حالة خاصة للمشور القائم، ويمكن أيضا تسميته بمشور قائم أو مشور رباعي قائم. رباعي لأن القاعدتين لهما شكل مربعات. إذا يمكن أيضا تسميته بمشور قائم، مشور رباعي قائم، أو بالحالة الخاصة له، ألا وهو المكعب. إذا رأينا المتوازي مستطيلات ثم المكعب. نمر إلى مجسم آخر. لاحظوا ما هذا المجسم. إذا جنباته أو أوجهه مكونة من مستطيلات، 1، 2، 3، 4، 4 مستطيلات في الجنبات. ثم في الأعلى والأسفل لاحظوا معي هنا معين. إذا معين. إذا القاعدتين هنا على شكل معين أو يمكن تسميته رباعي. إذا في جنباته مستطيلات، وقاعدتين عبارة عن معين. إذا يمكن تسميته بمشور رباعي قائم. رباعي لأن القاعدتين لهما شكل رباعي، ألا وهو معين في هذه الحالة. ويمكننا أن نجد أيضا مشورات قائمة خماسية سداسية إلى آخره. يتغير اسم المشور القائم بتغير قاعدته. نمر إلى مجسم آخر. لاحظوا معي هذا المجسم. إذا أوجهه أو جنباته عبارة عن مستطيلات، 1، 2، 3، وفي الجناب هنا في القاعدتين عبارة عن مثلثات. إذا هذا المشور فهو مشور ثلاثي قائم، لأن القاعدتين على شكل مثلث أو شكل مثلثات أو مثلثين. نفسه أيضا لاحظوا معي هذا المجسم. إذا في الجنبات مستطيلات، والقاعدتين على شكل مثلثين. إذا مشور ثلاثي قائم. إذا هناك عدة أنواع من المشورات القائمة، وهناك حالتين خاصتين هما متوازي المستطيلات والمكعب. ثم الأسطوانة. الأسطوانة تتكون من قاعدتين هما قرصين،
ومستطيل. إذا الوجه، وجه الأسطوانة فهو مستطيل. ثم القاعدتين عبارة عن قرصين، الأسطوانة أسطوانة قائمة، إذا قرص قرص. ثم في الوجه الجانبي فهو عبارة عن مستطيل. رفع النشر نشور المجسمات، إذا لاحظوا معي المكعب سأقوم بنشره. ننتقل إلى متوازي المستطيلات، نقوم بنشره. ننتقل إلى نشر هذا الآن نمر إلى نشر منشور رباعي قائم. إذن هنا نشر المنشور الرباعي القائم، إذن قاعدته عبارة عن معين ومعين، ثم مستطيلات في الجوانب، إذن على هذا الشكل، إذن معين يعتبر رباعي، ثم معين آخر، والمستطيلات في جوانبه. إذن الأسطوانة عبارة عن قرصين ومستطيل. قرصين ومستطيل. إذا لحساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية لهذه المجسمات نستعمل هذه القواعد أو هذه العلاقات. إذا مثلا هنا أخذت متوازي المستطيلات. إذا نبدأ أولا بحساب محيط قاعدة المجسم. في هذا المثال قاعدة هذا المجسم هي عبارة عن مستطيل. إذا سنحسب المحيط المستطيل. ومحيط المستطيل هو قياس أطوال أضلاع المستطيل، يعني سنقوم بحساب مجموع قياسات الطول والعرض للمستطيل. إما نستعمل L plus L plus L plus L أو bien L plus L fois 2. إذن عندنا علاقتين، الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض، هذا هو محيط المستطيل. أو علاقة أخرى، الطول زائد العرض مضروب في 2، يعني نكون قد حسبنا جميع أطوال هذا المستطيل. إذن هذا هو المحيط، يرمز له ب P en français périmètre. إذن P يساوي L plus L L majuscule plus L minuscule fois 2. إذن عندما نحسب المحيط نضربه في ارتفاع المجسم. ارتفاع المجسم، ارتفاع المجسم هو من قاعدة من الأعلى إلى الأسفل. طول من الأعلى إلى الأسفل هو يعتبر ارتفاع المجسم، من الأعلى إلى الأسفل، من هنا إلى هنا h، من هنا إلى هنا h، من هنا إلى هنا h إلى آخره. إذن عندما نقوم بضرب المحيط P فوا H في الارتفاع نكون قد قمنا بحساب المساحة الجانبية لهذا المتوازي المستطيلات، لأن تكرار المحيط يتكرر على هذا الطول كله، نكون قد حسبنا المساحة الجانبية. بعد حساب المساحة الجانبية ننتقل إلى حساب مساحة القاعدة، قاعدة هذا المجسم. في هذه الحالة هذا المجسم هو عبارة عن متوازي المستطيلات وقاعدته مستطيل. إذا مساحة المستطيل هي الطول في العرض،
الطول مضروب في العرض ال ماجيسكول فوا ال مينيسكول، الطول في العرض سيعطينا مساحة القاعدة. عندما نكون قد حسبنا مساحة القاعدة نضربها في اثنان لكي نتمكن من حساب مساحة القاعدتين، القاعدة العليا والقاعدة السفلى. إذا مساحة القاعدة نضربها في اثنان، ثم ننتقل إلى حساب المساحة الكلية. المساحة الكلية لهذا المجسم ما هي إلا المساحة الجانبية التي كنا قد حسبناها من قبل زائد مساحة القاعدتين. المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين فهي المساحة الكلية لهذا المجسم. الآن سأقوم بالشرح بالدارجة. إذن لحساب المساحة الجانبية والمساحة الكلية لمجسم ما، سواء كان مشروع قائما أو أسطوانة قائمة، نتبع هذه الخطوات. إذن أول شيء كنحسب المحيط ديال القاعدة ديال المجسم. أولا المحيط ديال القاعدة ديال المجسم، في هذه الحالة في هذا المثال عندنا مجسم متوازي مستطيلات، القاعدتين ديالو عبارة عن مستطيلات، غنحسب لهم المحيط ديالهم. إذا المحيط هو كنجمع الأطوال ديال المضلع، أو لا بالنسبة للمستطيل كندير طول زائد العرض مضروب في اثنان، أو الطول زائد العرض زائد الطول زائد العرض. إذا هذا هو المحيط. عند الانتهاء من حساب المحيط أضرب في الارتفاع، إذا بي المحيط بي أضربه في الارتفاع. الارتفاع ما هو إلا الطول من قاعدة إلى قاعدة أخرى، من قاعدة إلى قاعدة أخرى، هذا الطول هو الارتفاع. إذا هذه المعطيات كتكون في التمرين. إذا كي تسمى اش ارتفاع اش، إذا اش في بي، اش في بي محيط القاعدة في اش، هذا هو المساحة الجانبية. لماذا؟ لأن هذا المحيط هذا كيتكرر، يعني مضروب في اش كيتكرر كيتعاود، إذا غادي يعطينا المساحة الجانبية ديال المجسم. ثم لقياس المساحة الكلية، إذا هنا كنكون حسبنا المحيط ضربناه في اش، إذا حصلنا المساحة الجانبية. كنخلي ديك النتيجة المحصل عليها وكنمشي نحسب المساحة ديال القاعدة اللي هي في هذه الحالة راه مستطيل. كنحسب المساحة ديال القاعدة وحدة، الطول في العرض بالنسبة للمستطيل هو الطول في العرض، الطول في العرض ال ماجيسكول فوا ال مينيسكول، ال فوا ال، إذا الطول في العرض هي مساحة المستطيل. مساحة المستطيل أضربها في اثنان، لماذا؟ لأن عندي قاعدتين، قاعدة الفوق قاعدة لتحت، أضرب في اثنان. مساحة ديال القاعدة أو ديال المستطيل في هذه الحالة أضربها في اثنان، وكنرجع للنتيجة اللي كانت عندي سابقا اللي كنت حسبت سابقا المساحة الجانبية ديال المجسم. المساحة الجانبية ديال المجسم كنزيد عليها المساحة ديال القاعدتين اللي هي حسب ديال القاعدة وحدة وضربتها في اثنان، فهي كتعتبر المساحة ديال هاد القاعدتين بجوج. إذا المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين هي المساحة الكلية. إذا المساحة الكلية ديال المجسم هي مساحة القاعدتين زائد المساحة الجانبية. إذا كنمشي بهذا الترتيب، كنحسب المحيط كنضربه في اش، هذه هي المساحة الجانبية، ثم كنمشي نحسب المساحة ديال القاعدة كنضربها في اثنان، هذه هي المساحة ديال القاعدتين. المساحة ديال القاعدتين زائد المساحة الجانبية اللي كنت حسبت سابقا هذه هي المساحة الكلية ديال المجسم. وكتغير العلاقات حسب تغير المجسم. مثلا إذا أخذنا المكعب في القاعدة ديالو غتولي